النهارده في مكان غير في الروعه، غير معنى الطبيعه، ربط الانسان بالحياه البريه والحياه الترفيهيه. ازاي الانسان يعرف يكتشف الحيوان ويتعامل معاه؟ كل واحد ليه ذكرى هنا في حديقه الحيوان وليه اماكن كتير زارها وشافها. هي اول حديقه حيوان في افريقيا، هي برضو اكبر حديقه حيوان في مصر والشرق الاوسط. جولتنا النهارده في حديقه الحيوان هي جوله مختلفه تماما وبعين تانيه خالص. هنعرف كل ده واكتر ومعلومات عن تاريخها ونشاتها ونوعيه الحيوانات ايضا اللي موجوده فيها واخر التطورات اللي موجوده في حديقه الحيوان. استنونا، خليكم معنا. اهلا وسهلا مشاهدينا، والنهارده هيكون معانا الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. مشرفني يا دكتور النهارده. دكتور، من ابرز العناوين اللي احتلت عناوين الصحف الفتره دي هي الثلاث زرافات اللي جم من جنوب افريقيا لحديقه الحيوان وتبديلها بحيوانات اخرى، يعني احنا عايزين نعرف ايه اخبار الحيوانات وتفصيليا يعني. هو طبعا انا بعتبره يعني حدث مهم جدا وصول ثلاث زرافات في الحديقه، ويمكن الجديد في تاريخ الحديقه كلها انه ما حصلش تبديل زرافات قبل كده بدون قيمه ماليه، يعني احنا كل ده بالبدل بحيوانات اخرى، ما دفعناش فلوس لتبديل الزراف ده. ده الجديد فعلا فيه، ولذلك هو حدث هام جدا. وطبعا الزراف ده يعني مطلب جماهيري، ويبقى دايما الاسر المصريه حريصه انها تدخل تشوف الزراف ولاهميته، ويعتبر من نجوم الحديقه يعني. فالحمد لله الثلاث زرافات وصلوا من جنوب افريقيا، ويعني حالتهم الصحيه كويسه الحمد لله جدا، ودلوقتي في مرحله يعني اقلامه على المكان، لان طبعا المكان بيبقى جديد بالنسبه لهم. الزراف بيخاف جدا، فبيتاقلم على المكان، بيتاقلم اولا على المبيت بتاعه، لان المبيت بتاعه ده يعتبر المكان الاكل بتاعه ومكان التدفئه، لان الزراف برضو بيتاثر بالبرد جدا، فيعني التدفئه دي مهمه قوي للزراف ان هو يتاقلم على المكان بتاعه. طب دكتور، عن ازاي بيتم النقل والاستيراد والتبديل بالحيوانات؟ على اي اساس بيتم؟ والله حضرتك احنا طبعا يعني عملنا يعني الاداره اتبعت منهج الفتره اللي فاتت، عملت خطه اكثار للحيوانات، وفي زياده حصلت في بعض الحيوانات المهمه عندنا زي فرس النهر اللي هو سيد قشطه، وبعض الطيور المهمه والكبش القروي، في حاجات عندنا زادت، فالزياده دي برضو مش مطلوبه قوي، بنبقى عايزين نتخلص منها بطريقه مفيده. فالحقيقه احنا فكرنا تفكير مبتكر كده، وطبعا كانت توجيهات معالي وزير الزراعه الحقيقه ان احنا يعني يبقى في اسلوب جديد ندبر بيه الحيوانات البريه، لانها غاليه جدا ونقلها غالي جدا، فيبقى في اسلوب جديد ما اعتمدش على الموارد الماليه بس. يعني الموارد الماليه ساعات بتبقى طبعا تاثرت كتير جدا بظروف الكورونا وكده، فكان تفكيرنا ان احنا يعني نشوف نعرض على حدائق عالميه. عندنا وحده معلومات بتتواصل مع الحدائق العالميه وبتعرض عليها الزياده اللي موجوده عندنا، واحنا عايزين زراف، فالحمد لله قدرنا نجيب عرض من جنوب افريقيا وقدرنا ننفذ العرض، لان تنفيذ برضو العرض بيبقى صعب جدا. والحقيقه ده يعني موضوع البدل ده بيحل لنا مشاكل كتير جدا في الحديقه باسلوب يعني جديد في الحديقه. هل في ميزانيه لشراء الحيوانات؟ حاليا بقالنا فتره يمكن 5 سنين او اكتر مفيش موازنه ما فيهاش شراء حيوانات، ولذلك احنا دبرنا الحيوانات، كان في الاسلوب البدل ده كان هو ده اللي حل لنا المشكله، ودبرنا بقى حيوانات كتير فتره فاتت. يعني عايزين نعرف حضرتك برضو تطوير حديقه الحيوان من بدايه نشاتها لحد الفتره الحاليه. الحقيقه طبعا احنا كان في محورين مهمين جدا في التطوير، يعني محور خدمات الجمهور، يعني ازاي الجمهور ده يخش يلاقي مقعد كويس، يلاقي حمام دوره مياه كويسه، يلاقي خدمات وانشطه مختلفه. عملنا منطقه ترفيهيه، عملنا يعني عربات تصادميه، عملنا الطفطف، الحاجات دي كلها نوعت الخدمه للجمهور. عملنا طبعا منظومه نظافه على اعلى مستوى، كانت مشكله حديقه الحيوان يمكن للناس كلها يعني ان منظومه النظافه ما كانتش على القدر الكافي، فالحقيقه دلوقتي اصبحت الحديقه سماتها النظافه والناس بتشعر بهذا الكلام. يعني محور خدمات الجمهور ده عملنا فيه برضو حديقه حيوان الطفل، بقت مسليه جدا. تطوير المتحف الحيواني، كل ده يعني حصل في المحور الاول. المحور الثاني يمكن تدبير بقى الحيوانات الجديده، واحنا كنا جادين جدا في ان الناس تدخل برضو تلاقي يعني المجموعه الحيوانيه مكتمله، يعني اهم الحيوانات اللي هي بتحب تشوفها الناس موجوده الحمد لله، وربنا يسهل نقدر نجيب بقى الفيله الفتره القادمه.
اهم ما يبرز حديقه الحيوان في الفتره الحاليه؟ اعتقد حديقه الحيوان دلوقتي بيميزها يعني النظافه الكامله، الـ 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 الانضباط طبعا، الناس حاسه بالامان طبعا، الاجراءات الاحترازيه متخذه بشكل صارم جدا. يعني اعتقد الحديقه بيميزها يعني برضو مجموعه نادره من الحيوانات موجوده، يعني ناس هتشوف فعلا كل تقريبا الحيوانات اللي هي بتسمع عنها موجوده هنا الحمد لله، سباع، النمور، الدببه، الزراف، يعني سبع البحر، الحاجات اللي هي نجوم الحديقه كلها موجوده. يعني الاسباب اللي بتؤدي لنفوق بعض الحيوانات ودور اللجنه العلاجيه والتشريحيه؟ والله حضرتك احنا برضو الفتره اللي فاتت يعني النفوق يعني يعتبر ضعيف جدا، حصل نفوق لبعض الحيوانات الهامه لكنها كلها كبيره في السن، يعني الفيل مثلا مات على 60 سنه وده عمر كبير جدا في الفيله، يعني الفيله اصلا متوسط عمرها 45 55 سنه، ف يعني كونها تموت على 60 سنه ده عمر كبير جدا. برضو كان الزراف يعني اعتقد كلها كبر سن، يعني ما كانش فيه مشاكل مرضيه الحمد لله، وعندنا في يعني الاطباء يعني خبراء والحمد لله بنقدر نحافظ على الحيوانات وما فيش عندنا نفوق او بيئه لا قدر الله موجوده في الحديقه. دكتور كلمنا عن التحنيط للجلد ام للجسم ودور المتحف الحيواني بحديقه الحيوان. طبعا المتحف يعتبر قيمه كبيره جدا، المتحف فيه محنطات كتير قوي، يعتبر من اغنى محنطات العالم، اغلى متاحف العالم بالمحنطات، وعندنا يمكن محنطات لحيوانات انقرضت فعلا من الطبيعه، وبيؤدي دور كبير جدا المتحف مع الطلبه كمان، طلبه الكليات سواء العلوم او كليه الطب البيطري. الحقيقه المتحف قيمه كبيره جدا وبيتم التحنيط، يمكن اخر محنط اضيف ليه اللي هو محنط الخرتيس او وحيد القرن عزيزه، وده برضو كان كبير السن جدا ويعتبر كان وحيد القرن الوحيد في الشرق الاوسط، فكان برضو تدبيره هيبقى صعب قوي، فاحنا خدنا قرار برضو بتحنيطه على اساس ان الاجيال القادمه تشوف وحيد القرن داخل المتحف. والتحنيط بيتم غالبا لايه؟ للجلد فقط، بيبقى موجود على مجسم تقريبا شبيه بالظبط بالنسبه للحيوان وبنفس حجم الحيوان، وبيتم شد الجلد عليه، لكن الحيوان لكن المتحف فعلا بيحتوي برضو على محنطات مومياوات كامله من العصر الفرعوني. هل في ازمات بتواجه الحديقه وازاي بتتغلب على الازمات دي؟ والله حاليا الحمد لله الحديقه لا يوجد بها يعني اي مشاكل، والحديقه مستقره جدا وحاله الحيوانات مستقره والزائرين بيجدوا فعلا متعتهم، واعتقد ما فيش اي حاجه بتهدد الحديقه. يعني بالنسبه لحضرتك اتكلمت عن الاجراءات الاحترازيه بالنسبه للحيوانات وبالنسبه للزائرين، بتتم ازاي يا دكتور؟ الوقايه احنا عندنا بالنسبه للحيوانات في خطه تحصينات ووقايه، دي سنويه، في تحصينات بتتاخد كل 3 شهور، تحصينات كل 6 شهور، تحصينات كل سنه، فدي بتتاخد بتوقيتات محدده، والحمد لله ما عندناش اي اوبئه بتهدد الحيوانات. بالنسبه للساده الزائرين احنا يعني بالنسبه لموضوع الكورونا طبعا والموقف الوبائي في العالم كله، احنا عندنا اجراءات احترازيه برضو صارمه جدا، عندنا اجهزه قياس الحراره عن بعد موجوده على البوابات، عندنا يعني تحديد للكثافه للزائرين، ما فيش الكثافه ما بتزيدش عن 4000 زائر داخل الحديقه، واللي بيخرج بقى بعد كده لما بتوصل 4000 اللي بيخرج بيدخل على قد اللي داخل. بيبقى فيه برضو رش وتطهير وتعقيم للحديقه طوال يعني على مدار اليوم على البوابات، بيبقى كل ساعتين رش للبوابات، وفي رش الحديقه بالكامل بعد انصراف الجمهور. في برضو تباعد اجتماعي الحمد لله، لان البوابات عندنا بعيده عن بعض، فبتضمن ان يبقى توزيع الزائرين متجانس يعني على مستوى الحديقه، واعتقد يعني الحمد لله كل الاجراءات متخذه من يوم ما فتحنا يعني بعد جائحه كورونا. وبنشكر دكتور محمد رجاي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، استنونا. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم ومعانا حارس الزرافه عم نادي، مشرفنا يا عم نادي. الله يكرمك يا فندم. انت شغال بقالك قد ايه مع الزرافه يا عم نادي؟ انا شغال بقالي 25 سنه. روتينك اليومي مع الزرافه؟ والله انا بقضي اليوم على اجمل وجه مع المرفق الحكومه، اي نعم، مع الحاجه اللي انا متعين عليها وحريص عليها. يعني انت بتتابعها في اكلها وشربها اليوم كله؟ لا، اكلها وشربها والمباشره بتاعتها. طب بالنسبه لاعمارهم؟
الأعمار دي من 20 ل 25 في الأسر، ومن الطبيعة من 10 ل 15 يعني في الطبيعة أقل. طب أنت بتعرف منين إن هي تعبانة جعانة الحالة النفسية سيئة؟ بتعرف ده كله إزاي؟ يعني أنا كل يوم بتمم عليها، لو بصيت يعني أعرفها من اللون بتاع الجسم بتاعها. هل في إشارات ليها بتديك إشارات إن هي تعرف منها كل ده؟ في إشارات. دخول زرافة جديدة إزاي بتقدر تتألف وتتأقلم معاها؟ والله الزراف الجديد احنا في الاستقبال بنوفر له المناخ زي الطبيعة اللي هو جاي منها بالظبط، من ناحية الأكل الشرب المباشرة البيطرية. شغلتك كحارس للحيوان علمتك ايه؟ والله علمتني حاجات كتيرة قوي. زي ايه؟ علمتني ان انا تبقى مخلص جدا في عملي، وزي ما اشتغلت في الجنينة وجيت لقيت شجرة خضرة فيها لازم ساعة تمشي انا منها أسيب شجرة خضرة وتبقى طرحة ثمرات. وأول حاجة الحيوان الوحيد الزراف بجذب الأسر المصرية والسعادة بتاعتها. شكرا يا عم نادي، شرفتنا. الله يكرم. ومستمرين معاكم مشاهدينا، استنونا. مشاهدينا، واحنا بنصور بيت الزرافة شفنا جنبه بيت الغزلان، هيكلمنا عنه أكتر عم نادي. تابعت اليوم مع الغزلان إزاي؟ زي معاملة الزرافة وأكتر. الغزلان زي بيعيش سوا زي مع الزراف. الزراف، النعام، الغزلان يعيشوا سوا مع بعضهم، ما يجراش أي حاجة. بنيجي الصبح نتمم عليهم، نحط لهم الأكل، نحط لهم الشرب، نعمل لهم الخلطة بتاعتهم، نتمم عليهم، نشوف لهم المية، كل الطلبات بتاعتهم من قدهان. وبالنسبة للوجبات اللي بيطلبوها؟ بيأكلوا خس، ويأكلوا برسيم، ويأكلوا علف مع الشعير. بتاكل قد إيه؟ هي وجبة واحدة. هي وجبة واحدة؟ وجبة الصبح ووجبة آخر النهار. طب بالنسبة لأعمارهم؟ أعمارهم بتراوح من 20 ل 25. وأوزانهم تقريبا؟ والأوزان من 50 ل 60. يعني بتعرف منين إن هم عيانين جعانين الحالة النفسية سيئة؟ بتعرف منين؟ عارف، عندنا وجهة نظر بنعيد نظرنا عليها ونبلغ الدكتور اللي احنا تابع ليه بيجي يشوفهم. شغلتك كحارس للحيوانات تعلمتك كتير جدا. اتعلمت كل حاجة حضرتك. إيه؟ اتعلمت الصبر. الصبر في الواجبات بتاعتهم ان انا اقضيها على احسن وجه. طب بالنسبه دلوقتي لحاله الوضع بالنسبه لهم او الولاده كل قد ايه؟ زي الغنم كل 6 اشهر، من 5 ل 6. شكرا يا عم نادي، ولسه مكملين معاكم. ومعانا الزائرين بالحديقه، اسمي شهد. شهد. لارا. نادين. ياسمين. بتيجوا كل قد ايه الحديقة؟ كل سنة. كل سنة؟ أكتر حاجة بتحبوا تشوفوها في الحديقة أول ما تدخلوا، بيت إيه بالظبط؟ بحب أوي أشوف الزرافة. زرافة؟ بحب جدا أشوف الغزال. أسد. أسد؟ طيب بتحبي إنك تتعاملي معاهم يعني تقدمي لهم أكل أو كده، ولا بتشوفيها من بعيد وبتمشي؟ بشوفها من بعيد وبمشي. ما بتحبيش تقدمي لها أكل تقربي منها؟ لا بخاف. بتخافي؟ طب أنا بحب أوي أكلهم. في منهم بحب وتانيين بخاف يعني. عشان الاسد مش عايزه اقرب قوي، والقرد من بعيد يعني. بتقضي يومكم ازاي؟ بنيجي بنتفرج على الحيوانات وبس. يوم كله ولا جزء؟ حبه صغيره وبعد كده بنمشي. طيب عرفيني برضو اكتر حاجه يعني بتحبي انك تقعدي معاها فتره طويله، بتحسي معاها بالفه، بتحسي ان هي لو انت عايزه تروحي وانت ماشيه تاخديها معاكي. المونكي. المونكي؟ الغزال. بعايز اخد الزرافه معايا البيت. الزرافه. وانتي؟ الاسد صح؟ الاسد؟ لا، هو بياكلنا صناقيب القطه. وليه يا شهد يعني بتبقي حابه انك تيجي هنا على طول تستمري على دي؟ يعني علشان اشوف حيوانات معينه بحبها. انا بحب قوي اجي الحديقه عشان بتبسط قوي لما اشوف الحيوانات. اكتر مكان بتحبي انك تقضي فيه اليوم او الاجازه هنا؟ هنا، عشان احنا ما بنجيش كتير يعني، ودي يعني حاجه بحبها جدا. ايه اللي بيخليكي ما تجيش كتير يعني؟ هو يعني مش على طول بنيجي،
مش عارفة ليه بجد. ده طلبك بتحبي انك تيجي هنا تشوفي كل الحيوانات تسألي ماما وبابا عن ايه اللي موجود؟ ويا شهر يعني وانت جاية مروحة كده اكتر حاجة بقى بتلفت انتباهك وانت جاية ماشية من الحديقة بجد بتاخدي صورة معاها وبتحسي ان انت عايزة تكرري اليوم ده التاني والتالت والعاشر ويبقى على طول. يعني حيوان المونكي برضو المونكي؟ اه. شكرا حبيبي شكرا شكرا يا شهر. قولي بقى بتيجي الحديقة كل قد ايه؟ انا كنت فيها من 15 يوم وجيت دلوقتي. وحضرتك؟ برضو معايا. اكتر حاجة بتحبي انك تصوري معاها اول ما تخش الحديقة ايه؟ النعامة. الزرافة. النعامة والزرافة. طيب بتحبي انك تقضي يومك ازاي؟ يعني اليوم كله ولا هو انت محصصة مثلا ساعة او نص ساعة وبتمشي؟ لحد ما تقفل. لحد ما تقفل؟ لا. اكتر حيوان بتحبي انك تقعدي معاه فتره كبيره يعني جنبه كده وتتاملي؟ الاسد. اتفرج على الاسد. متصور معاه برضه الاسد. الاسد واخد شعبيه جامده قوي. طيب قولي لي بقى بالنسبه لو انت جايه ماشيه وتحبي انك تاخدي حيوان معاكي البيت انت حباه؟ لا بخاف من الحيوانات. لا لا لا. اسد صغير. اسد صغير. شرفتونا النهارده واسيبكم تستمتعوا بجولتك. أميرة سعيد. أميرة أنت بتيجي كل قد إيه هنا؟ يعني هي أنا ما جيتش غير مرة واحدة بس كنت يعني كنت صغيرة شوية هي أول مرة أجي من بعد ما بقت كده. ليها ذكريات؟ أه طبعا. اسمي نيرة سعيد. بتيجي كل قد إيه؟ أنا جيت مرتين. مرتين؟ قولي لي بقى أهم حاجة أنت بتشوفيها في المكان هنا وبتشدك وبتروحيها أول حاجة أول بيت بتروحيه في حديقة الحيوان؟ إحنا عادي بنلف فيها كلها وهي بصراحة كويسة يعني هي كلها كويسة. بس هم بقى الاطفال هم يعني ولادي دول بيحبوا يجوا يتفرجوا على الزرافه وعلى الفيل وعلى الحاجات دي. وانت بتحبي تتفرجي على ايه؟ انا بتفرج على كل بنلف فيها. بتلف فيها بس؟ بشوف كله. طيب قولي بتقضي يومك ازاي هنا؟ احنا جينا الصبح كلنا فطرنا وبعد كده بقى مشينا كنا بنتجول بقى هنا. اتمني الفتره اللي جايه يعني يبقى ايه الجديد في الحديقه؟ ايه الاضافات؟ انا جيت المره دي بصراحه ما مختلفه. جديد شفتيه؟ كل حاجه جديده. انا بقول لك جيت ما جيتش الا مره واحده وبعدين كنت صغيره قوي كنت قد بنتي دي كده. وانت شايفه ان في جديد؟ اه. تحبي يكون في ايه تاني جديد؟ انا ما شفتش الفيل خالص. لو كل ما باجي هنا بيقولوا ان الفيل مات فما كان نفسي اشوف الفيل. طبعا احنا عارفين ان هو مات. الفيل اسمه نعيمه. هي مات عشان عمرها كان 60 سنه وبيبداوا ان هم يجيبوا سلالات جديده. وما اتشرفت بيكم النهارده واسيبكم في جولتكم ان شاء الله على خير. معانا زائرين من هواة الرسم. اتشرف بحضرتك. محمد سمير. استاذ محمد انت اول مره تيجي ولا جيت قبل كده؟ لا جيت قبل كده كذا مره. ابتدي يومك هنا ازاي؟ بنتفسح ونتمشى ونصور اخواتنا. اكتر بيت اول ما بتيجي تحب تزوره على طول؟ الزرافه. الزرافه؟ حضرتك اليوم هنا بتقضيه ازاي؟ يعني من الساعه كام لساعه كام؟ اليوم كله بيبقى عامل ازاي؟ لا بخش هنا من الساعه 9 10 لحد الساعه 4. كله هنا يعني. شرفت بحضرتك. مفيش أسرة مصرية ما دخلتش حديقة الحيوان وكان ليها كل ذكرى طيبة فيها. خلصت حلقتنا النهاردة ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة نعرف فيها أسرار ومعلومات أكتر.